ما قال إشاعات اللي أنتم بتقولوا وبيان بتاخد بيان كاذب. حتى أنت تقول بينه مشيت عجبت أول اللي عجمه هناك ده أنا يا مشيت فوق قتلت ميت كلام ده وقف الكلام ده وقف الكلام ده لأن ما في سبب أساسا عشان أنتم تعملوا إشاعات ضدي بدون أي سبب. أنتم لو قبلين أنا ما قبلي يا عاشا ناديتك في تلفونك عدد المرات انت رفضت اساسا عشان انت تكتب تجاوبني المفروض انت تشيل تلفون بتاعي وتسالني اكو انت وين نوريك الحته هذا قاعد فوقه فده هو سبب بري جديد انه نتكلم قدام الجيش ده الجيش ده ما جيش هنا ده ما جيش قبلي نانو شغلنا في الحمايه بتاع الناي بتاع الشعب بتاع جنوب السودان وابي جزء لا يتجزا من الشعب بتاع جنوب السودان الحجاج اللي انتم عملتوه المفروض الثقافة بتاعكم ده يكون ثقافة مميز بالنسبة للأمة بتاع جنوب السودان ومج أمة بتاع أبيعي ده من ما عنده زول في أبيعي هنا عندنا الناس في أول هنا عندنا أول قاعدين في أبيعي إذا كان أنا بشير قتلت الناس بتاع أبيعي ده زي الناس قاعدين هناك بعملوا كيف أنا ما ممكن نعمل الأعمال الأعمال اللي قاعدين تعملوا ده ده I cannot do it أنا ما ممكن نعمل الكلام ده أنا ما ممكن نعمل الكلام ده. لو أنتوا سامحوني بالله عليك لو وقف الإشاعات دي. وقف الإشاعات دي. لو دارينا تحقيق أنا مستعد لتحقيق أساسا عشان نحن نقول ماك أنت العشاء وكل الناس بتاعكم. بيكوز أنا بعرف أنا أقول صدق فاتو كده أنا بشير. أنا عندي حاجات I witness some many things. حاجات كثيرة أنا شاكتك. شفت حاجات كثيرة. عند اخواني قتلوا في ابيين سنه فات اجو ناجو واكو ناجو قتلهم ضبوا برا شايفه ورا ما عملت رد ما عملت رد عشان انا عارف انه انا ضابط بتاع جنوب السودان انا ما ضابط قبل ما ضابط تاول ولا ضابط بتاع قبيله بتاعي فدرت انا كنت ده نجي نعمل لكم بينه نحن ديفيجن 3 عندنا مشاكلنا هنا زي ما انتم عارفينه أنا قلت قبلت دهركم فوق ده ياو مشكلة بتاعنا ما عندنا أي مشكلة في جوا هنا فشكرا لكم للسماع بتاع الكلام بتاعي.